الامتحان ولما بتتسحب الورقة من إيدينا ويقول لك وقتك انتهى، تقعد تقول ياه يا ريت لو يسيبني دقيقة، لو في فرصة تانية، لو أرجع امتحن تاني أو أكمل إجابتي، ده أنا كنت فاكر السؤال ده. الموقف ده الحقيقة بيخنقنا وبيضايقنا وبيأثر في حياتنا وعلى نتائجنا ودرجاتنا واختياراتنا، وبنفضل فاكرينه طول الحياة. من رحمة ربنا علينا إنه خلق نعمة اسمها نعمة الفرص التانية، بمعنى إنك لما بتتشد منك ورقة الإجابة عندك دور تاني تجاوب فيه، وده بينطبق على كل أمور الحياة. فشلت أو فشلتي في زواجك، طلقتي، عندك فرصة تانية إنك تتجوزي من جديد وتعيشي حياة جديدة مرة أخرى. لم توفق في عمل، عندك فرص تانية كتير ربنا بيفتح لك فيها أبواب الرزق. حتى الكورونا كانت فرص لناس كتير جدا للحياة بعد التعافي، ده غير اللي بيتعرض لحادث ويقول لك أنا اتولدت من جديد. ده حتى ربنا سبحانه وتعالى فاتح أبواب التوبة اللي هي فرص جديدة تانية ينعم بيها الإنسان ويصحح طريقه اللي ماشي فيه لو كان غلط.